نبدأ معاكم من كرة السلة وتحديدا عند سيدات السلة في نادي سموحة اللي هتغادر بعثة فريقهم فريق كرة السلة النهاردة متوجهة لتونس عشان يشاركوا في منافسات البطولة العربية واللي هتقام في تونس في الفترة ما بين 20 ل 28 سبتمبر الجاري. أعلن الجهاز الفني لفريق كرة السلة سيدات في نادي سموحة بقيادة عماد محمود قائمة اللعيبة أو اللاعبات المقرر إن هم يشاركوا في البطولة العربية وبيوصل عدد اللاعبات ل 13 لاعبة. خلينا كده برضو نتكلم مع حضراتكم ونقول لكم مين هم او مين هم اللاعبات الموجودين في الفريق: ريم اسامه، ايه فتح الله، مي حلوه، سما السيد، حنين احمد، جنى مصطفى، ملك سامي، حبيبه لطفي، ملك عبد القادر، انجي صلاح، ورانا حسن، بالاضافه كمان لكيلي المحترفه الامريكيه وسيارة واللي ضمها الفريق من الاتحاد السكندري. كمان بيقع نادي سموحه في المجموعه الاولى واللي بتضم الامل الرياضي، الشرق الرياضي، مدينة الصطافية، وشباب الفحيص، ومقديشي، والسيتي، وسموحة. طبعا بالتوفيق أكيد لممثل مصر وإن شاء الله يرجعوا بميدالية ذهبية من هناك.